السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنبتدي فيديو جديد، تمام؟ وهو بعنوان إن إحنا إزاي هنصمم الأعمدة بتاعتنا وحوض القص ببرنامج الإيدابس، وكمان عايزين نصمم البايل كابس، تمام؟ عن طريق برنامج السيف. هنصدر، هنتأكد إن الموديل بتاعنا مظبوط تمام، ونصمم الأعمدة بتاعتنا والحوائط بعد كده، وطبعا نشيك دريفت وكل التشيكات بتاعتنا. وبعد كده المفروض بعد الكلام ده ننقل الرياكشنات بتاعتنا لبرنامج السيف ونصمم الوايل كابس، تمام؟ طيب ايه هي الاوت لاينز بتاعتنا اللي عايزين نشوفها النهارده ان شاء الله؟ ازاي عايزين نراجع كده خطوات بس عمل موديل الايتابس سريعا، تمام؟ يعني احنا قبل كده شرحنا ازاي نعمل الموديل الايتابس وندخل ازاي زلازل، وازاي شفنا ازاي نعمل التشيكات. عايزين نراجع الخطوات سريعا لان في بعض الناس لسه بتتلخبط لحد دلوقتي، تمام؟ وتاني حاجة بقى، طبعا عايزين نصمم الأعمدة وحوائط القص ببرنامج الإيتابس. تلاتة، امتى نستخدم الاستاتيك وامتى نستخدم الديناميك. انا دلوقتي مثلا لما يكون مبنى معايا دور ولا دورين وفي منطقة فيها زلازل، هل لازم ان انا ادخله ديناميك ولا لا، تمام؟ هنشوف الكلام ده وهنشوف ايه الاشتراطات، امتى نستخدم الاستاتيك وامتى نستخدم الديناميكس معانا. طيب عايزين بقى لو احنا خلاص دلوقتي عايزين نصمم اساسات، ازاي نعمل التشيك بانشنج على سواء على لفت او على قاعده منفصله او على قاعده كومبايند من خلال برنامج السيف، تمام؟ زي بالظبط كانك بتعمل وات فلات سلاب، تمام؟ طيب لو احنا طيب خلاص كده خمسه، امتى بقى في حاجه كده عايزين نشرحها، امتى نعمل انديكيشن القواعد فيكسد وامتى هنجد في برنامج الايتابس. في منسوب البيس تحت ساعات في ناس بتعملها فيكسد وفي ناس بتعملها هنجد، امتى نعمل ده وامتى نعمل ده وايه الفرق ما بينهم اصلا، تمام؟ طيب بعد الكلام ده كله عايزين نشوف نصمم هامات الخوازيق على برنامج السيف، وازاي نفرد ابعادها والسمك بتاعها، كويس؟ نكمل اهو. ده كده خطوات ما قبل عمل موديل الايتابس، تمام؟ يعني انا قبل ما بخش بعمل موديل الايتابس بعمل حاجات معينه، شويه خطوات كده هنقول عليها، عشان ما ينفعش مثلا يجي واحد يعمل موديل الايتابس ويدخل الاعمده 20 في 20 او الاعمده كلها 30 في 50، عنده برج مثلا 12 13 دور يبقى عامل لي العمدان كلها 30 في 50، لا الكلام ده كده مش مظبوط، وبالذات لو كنت هتصمم على البرنامج نفسه فالكلام ده يعتبر كلام مش مظبوط. ليه بقى الكلام ده مش مظبوط؟ لان الاستيفنس، تمام، بيفرق معانا في الدريفت. انت لما تعمل قطاع 20 في 20 غير لما تطلع القطاع بالقطاع بتاعه اللي هو 30 في متر مثلا او 40 في متر ونص، كل ده بيفرق معاك في الدريفت، تمام؟ وطبعا هيفرق معاك لو انت بتصمم البرنامج، تمام؟ طيب اهو اول حاجه هنحط الاعمده بتاعتنا الاستاتيكال سيستم بتاعنا، تمام؟ زي اللي احنا عارفينه الموديول بتاع الاعمده من 3 ل 6، تحطها مثلا 30 ب 50 30 ب 60 وتحط الاعمده والاستيكال سيستم بتاعك وتحط في كل الادوار، بحيث لو في مثلا عمود واقف عمود مكمل تبقى انت عارف واخد بالك، تمام؟ تاني خطوه تصمم الاعمده على النورمال فورس، تمام؟ في ناس بتحب قبل ما تخش برنامج الايتابس تعمل قطاعات مبدئيه بالاريا ميثود. الاريا ميثود يعني تشوف كل عمود شايل اريا قد ايه، وبحمل السقف وبدلاله حمل السقف والبونويد بتاع العمود بتطلع رياكشن على العمود وبتصمم عليه بدلالة الاريا اللي هو شايلها، تمام؟ وانا عن نفسي بحب هو سقف واحد متكرر، سقف واحد هتصمم المبنى بتاعك على السقف ده تضربه في عدد الادوار، يعني الرياكشن بتاع الدور في عدد الادوار في واحد على الام واحد اللي هو الانود بتاع العمود، وتزود دور من عندك عشان تسيف موضوع الزلازل، تبقى انت كده مأمن نفسك قبل ما تخش برنامج الايتابس اصلا. وفي ناس بتضرب في واحد وربع، تمام؟ عشان قبل ما تخش برنامج الايتابس تكون الاعمده بتاعتك مظبوطه تمام. طيب هتعمل بعد الكلام ده كله هتعمل قص في الاعمده في كل دور. لو انت هتعمل قص، لو انت معاك برج كبير طبيعي ان انت هتعمل قص. طيب الكلام ده هيفيدني في ايه او هيأثر عليا في ايه؟ هيأثر عليك في البلاطه بتاعتك. اولا هيأثر عليك في الديفليكشن بتاع البلاطه، حلو، وطبعا هيأثر على المومنت وكل حاجه، وبعد كده هيأثر على البانشنج، وده اهم واخطر حاجه واول حاجه انت بتشيك عليها اول لما بتيجي تطلع النتائج، هو البانشنج على الاعمده. لان لو البانشنج مش مسيف يبقى خلاص انت مش هتعرف تطلع نتائج، لو انت بتسيف طبعا بالكود المصري اللي هو عن طريق الخرسانه،
لكن طبعا في اكواد تانية بتسيف عن طريق الحديد، واحنا قلنا الكلام ده وشرح الكلام ده في فيديو تاني. طيب يبقى انت دلوقتي هتعمل خلاص، صممت الاعمده على النورمال فورس، كل ده احنا لسه ما دخلناش برنامج الايتابس لحد دلوقتي. صممت الاعمده على النورمال فورس بتاعتك او عن طريق الاريا ميثود، عملت القص بتاع العمده في كل الادوار، شيكت على البانشنج في كل الادوار وبالذات في الادوار الاخيره. الادوار الاخيره هي اللي بيبقى فيها القص العمدان كبير جدا، يعني قطاع العمود صغير فهيأثر معاك في البانشنج، وطبعا هيأثر معاك في الديفليكشن ان قطاع العمود صغير والبحر كبير. كل ما قطاع العمود بيبقى بقطاعه الحقيقي تحت في الارضي والادوار اللي تحت، البحور بتبقى ايه قليله، فالديفليكشن بيقل، فالمومنت يقل، التسليح يقل. تمام خلاص، خلصنا القص في العمدان. هتعمل لوحه محاور وعمده. شوف كل ده انت لسه ما دخلتش برنامج الايتابس ولا دخلت زلازل ولا عملت اي حاجه. كويس، هتعمل لوحه محاور وعمده والعمده بتاعت القص بتاعتك. تمام، ممكن تاجل الخطوه بتاعت جدول الاعمده بحيث ان في حاجه ممكن تتغير معاك، بس لو انت زودت دور او ضربت في واحد وربع زي ما احنا قلنا، هتلاقي بنسبه كبيره جدا الاعمده بتاعتك سيف. هتخش تشيك على الدريفت، تشيك على الاعمده بتاعتك، التحصيل حاصل بمعنى اصح. طيب، وبتتاكد برضو بتشيك ان في حاجات ممكن تزيد، حاجات ممكن مثلا تزود اسياخ، تزود حاجه بسيطه في الخرسانه، بس لما انت بتجيب قطاع مبدئي ده بيمهد لك الطريق اللي بعد كده، ان هو بيسهل لك العمليه وبيسهل لك طريقه النمذجه كمان. طيب خلاص، عملنا لوحه المحور وعمدة، بمعنى ان في عمود عندك واقف، عمود مكمل، او عمود مزروع، او عمود ملفوف مثلا، او عمود مزروع في سقف الدور الثاني طالع مثلا 13 دور حاجه كده، فانت تبقى عامل لوحه محور وعمدة كل تغير عندك في العمدان. طيب هتبتدي بقى تخش تعمل موديل الايتابس بتاعك بعد ما انت عملت كل الكلام ده، وتشيك على الرياح والزلازل والدريفت والكلام ده كله والاعمده وحوايط القص والاكوار بتاعتك، وده اللي احنا عايزين نقوله في الفيديو ده، ازاي تشيك عن طريق برنامج. يعني هترمي برنامج سي اس اي كولوم ده خالص مش هنستخدمه. في ناس ما بتعرفش تعمل الباتش بتاعه، تمام، في ناس ما مستصعباه. احنا البرنامج بتاعنا الايتابس ده ان شاء الله هيبقى سهل جدا ان انت تشيك عليه الاعمده وحوايط القص بتاعتك والشير وولز والاكوار، وطبعا بيختصر في الوقت كتير جدا بدل ما انت تقعد تصدر وتصمم كل حاجه لوحدها وكده. تمام ماشي، بعد ما صممنا اللوس اوف بناء على قطاعات العمده الجديده، يعني انت ما تجيش اول حاجه، في ناس بتبتدي تصمم السقف بعد كده العمود، لا انت اول لما تخلص اول ما تخش تصمم العمده الاول، اول حاجه تصممها الاعمده، وممكن بعد ما تصمم الاعمده تصمم الاساسات. كل ده انت لسه ما عملتش اللوس اوف خالص. تمام، ليه بقى الكلام ده؟ في ناس تقول لي ازاي، ما ده انا ببتدي من السقف بعد كده العمود بعد كده الاساس. كويس، عشان لما انت زي ما احنا قلنا قبل كده، لما قطاع العمود بيكبر البحور بتقل، فالمومنت يقل والديفليكشن يقل، فده طبعا بيبقى اقتصادي اكتر. وطبعا هتعمل الكلام ده على السيف مش على الساب، لان الساب بيمثل العمود ان هو نقطه، والسيف بيمثل عمود بقطاع. تمام، وهو ده الاقرب للحقيقه، لكن الساب هيطلع لك مومنت كبير جدا وبحور كبيره، فتسليح بيبقى طبعا مبالغ فيه. تمام كويس، خلاص صممنا الاسقف بتاعتنا. تمام، صممنا اللبشه سواء بعد السقف او بعد العمدان. تمام خلاص، انت كده جبت تقريبا صممت المنشأ بتاعك قبل ما تخش على برنامج الايتابس. تمام، هتخش بقى على برنامج الايتابس تشيك، ولو عاوز تزود حاجه في الاعمده بتزودها. تمام، طيب عايزين بقى نشوف خطوات كده، بسم الله نكمل مع بعض. عايزين نشوف امتى بنعمل الاستاتيك وامتى بنعمل الديناميك. تمام، في ملف اهو كنا نزلناه قبل كده، فعايزين نشوف امتى بقى بنعمل الاستاتيك وامتى بنعمل الديناميك. طيب اول حاجه، امتى بنعمل التحليل الديناميكي؟ تمام، الكود الامريكي تمام بيقول لك ان هو لما يزيد ارتفاع المنشأ عن 70 متر. تمام، الحاجات دي انا كنت مجمعها قبل كده من سواء من اكواد او من فيديوهات قبل كده. تمام، اهو لو زاد ارتفاع المبنى عن 73 متر، هي دي اللي احنا كنا بنتكلم عليها وموجوده في الكود الامريكي. تمام، ساعتها تبتدي تصمم على الديناميكس. تمام، لو زادت الاكسنتريستي في المبنى، تمام، من عرض المبنى عن 20%،
تمام. والكلام ده لو عايز تشوفه بالتفصيل تفتح دوره مهندس احمد اللحام هتشوفه الكلام ده تمام. هندي بس اوت لاينز عشان تبقى انت واخد بالك. لو المبنى غير منتظم تمام، في عندك انتظام في المسقط الافقي، عدم انتظام في المسقط الافقي، وعدم انتظام في المسقط الراسي. هنشوف الكلام ده بالصور دلوقتي تمام. طيب لو عندك تورشن على المبنى تمام، لو عايز تشوفه بالتفصيل تشوف دورة مهندس احمد اللحام فيديو 79. امتى نعمل تاني تحليل دايناميك؟ لو عندك عمود مزروع او ترانسفير سلاب او ترانسفير بيم، ممكن يكون مزروع على بلاطه او على عمود. طيب لو تغيرت الجمل الانشائيه في المبنى هنشوف برده النقطه دي معناها ايه. يعني مثلا لو عندك اعمده تحت وفوق بقت حوايط، لو عندك حوايط تحت وفوق بقت اعمده، اعمده طبعا مزروعه على الحوايط او طالعه منها تمام، فده ساعتها لازم نعمل فيها الداينامكس او عدم الانتظام في المسقط الراسي، ولو عندنا ويك ستوري، ولو عندنا سوفت ستوري تمام، ولو معامل اللي هو تورشن اكبر من واحد وعدم الانتظام في الكتله. الحاجات دي كلها موجوده في الكورس بتاع مهندس احمد اللحام تمام. مهندس احمد عواد برضو قال عليها، بس انا كده حبيت اجمعها عشان تبقى قدامنا كده سهله وبسيطه. طيب نحاول نشوف الكلام ده بالصور ماشي، عشان الدنيا تكون مبسطه احسن تمام. يقول لك جساءة سقف الدور يجب ألا تقل عن 75 من جساءة الدور الذي يعليه تمام. يعني اختلاف الكتل بتاعة المبنى، ميبقاش فيه دور كتلته كبيرة جدا والدور اللي بعديه كتلته عادية تمام. ساعتها لازم ندرس اللي هو التحليل الديناميكي. طيب ده مثلا ممكن نشوفه في ايه؟ ممكن نشوفه مثلا في دور فيه مثلا ملاهي تمام، ف مثلا زي سيتي ستار فيه مثلا دور بيبقى فيه مثلا ملاهي او مولات او حاجات او سينمات لايف لود عالي جدا، وبعد كده في دور تاني يبقى مثلا سكني فندق مثلا، ساعتها لازم نعمل التحليل الديناميكي. وطبعا الكلام ده بنطلعه من برنامج الايتابس وبيبقى واضح عندنا جدا تمام. طيب هنا دي مثلا عدم الالتزام في المسقط الراسي اهو واضحه قدامنا اهو ماشي. ده كده عدم الامثله لعدم الانتظام في المسقط الراسي وعدم الانتظام في المسقط الافقي اهي الحاجات اللي قصادنا دي كويس. ده طيب عندنا برضو حاجه ما بتخلينا ندرس الديناميك اللي هو موضوع لف العمدان. ما هو ده يعتبر برضو تغير في الجمله الانشائيه او الاعمده المزروعه حاجه زي كده، عمود طالع اهو بعد كده مزروع على البلاطه سواء على بلاطه او على كمره اهو بالشكل ده. ده عمود ملفوف اهو، عمود كان في ضربه في الاتجاه اكس يبقى ضربه في الاتجاه واي في الدور اللي بعديه اهو. لو عندك مبنى 5 ادوار وقمت زي ما بيعملوا طبعا في السعوديه الكلام ده مشهور طبعا جدا، فالاعمده بتلف وبتبقى مزروعه كتير وحاجات زي كده. ساعتها لو انت عندك او تدرس مبنى زلازل لازم تدرسه على الديناميك تمام. اهو دي شروط عدم الانتظام في المسقط الرأسي. ماشي طيب ده كده اللي هو الاستيفنس ريجولاريتي او موضوع السوفت ستوري. لو انت ظهر عندك حاجة زي كده لازم هندرس الديناميك تمام. يعني ده معناه ايه السوفت ستوري ده؟ يعني مثلا المبنى كانه كتله واحده، كانه سنجل ديجري اوف فريدم مثلا، اللي هو مبنى كانه كتله واحده وبيتحرك وارتفاع الدور الارضي بيبقى كبير والاعمده بتاعته طويله تمام. فالمبنى اللي فوق ده بيبقى كانه كتله واحده بتتحرك، فلما يجي له قوه افقيه فالاعمده دي هي اكتر عرضه للزلازل. فعشان تسيفها لازم تدرس وتبقى في الامان وتبقى في سيف سايد. هو ده كده من اشتراطات الوجود الامريكي، ان لما يطلع حاجه زي كده اللي هو السوفت ستوري لازم تدرس عليه الديناميك. طيب اهو ده الشرط بتاعه اهو، دي صور السوفت ستوري تمام. اهو دي انهيارات اهي حصلت قبل كده بسبب موضوع السوفت ستوري تمام. لما يكون عندك أعمدة بارتفاع دورين يعني دي برضو من الحالات. طيب أهو ده كده الـ vertical irregularity
تمام، ان بيحصل ارتدادات كتير في المبنى، المبنى عمال يرتد، تمام، مش منتظم اهو. فان شاء الله انت لو قريت الملف ده فيه كل حاجة ان شاء الله اهو. ده كده العمود مزروع على كمره كويس. دي كده حاجة اسمها ويك ستوري. ويك ستوري هنقول عليها اهو. الصورة دي بيقول لك ان العمود ده محصور بين دورين. هنا في حيطة ساندة، طبعا ده سقف مضروم، تمام، وده سقف الارض اهو، والعمود ده وسطيهم، تمام. يعني ايه؟ يعني هنا هو ماسك في حاجة قوية جدا ريجيد، وحاجة تانية، واخد بالك اهو، محصور بين سقف له صلادة عالية جدا في الاتجاه الافقي، تمام، والسقف اللي هو فلات سلاب اللي هو الناحية التانية ده اهو له صلادة عالية جدا. طيب ده معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان هو ممسوك بين حاجتين، تمام. فانت لما تحصل قوة للزلازل هيحصل، او ده اول حاجة، هي اول نقطة ضعف في المبنى، ان هو ده اول حاجة هي لا قدر الله ممكن ايه تنهار في المبنى اهو، ساعتها سقف الدور الارضي بيسمى بالطبق الضعيف. فوانت شغال في المبنى بتاعك بتبقى عارف حاجات زي كده اهو. ده الصورة اللي بتحصل اللي هو في الدور الارضي اللي احنا قلنا عليه، تمام. دي برضه صورة من صور عدم الاتزان في المسقط الأفقي. المبنى مثلا بتاعك ممكن يكون حرف ال، تمام، أو نجمة أو مثلث أو أي حاجة، ساعتها دي برضه من الحالات بتاعتنا، تمام. diaphragm discontinuity يعني المبنى فيه فتحات كتير وفتحات كبيرة، يبقى ليها أغراض معينة، سواء للإنارة أو ليها أغراض معينة، ساعتها برضه دي من الحالات بتاعتنا اهو زي كده. تمام، ده كده ارتداد في المسقط الرأسي، تمام. ده نمبر السيستم، يعني السيستمز بتاعتك مش متوازية، يعني او مش متعامدة على بعضها. يعني لما يجي زلزال في اتجاه اكس ويجي زلزال في اتجاه واي، ما تبقاش عارف مين اللي هيقاوم، تمام. ساعتها تبتدي تدرس ال الديناميكس نمبر سيستم برضه. طيب نكمل مع بعض. دلوقتي احنا عايزين نشوف بقى ازاي نستغل برنامج الايتابس في ان احنا نصمم الاعمده وحوائط القص اللي عندنا، تمام. اولا لازم نقول لو انت عايز تصمم الاساسات بتاعتك بالبرنامج لازم تعمل اتنين ملفين، يعني تخلص الموديل بتاعك خالص وبعد كده تعمل فايل سيف اس، تمام. ليه؟ لان لو انت ممثل اللبشه بتاعتك البرنامج فساعتها ممكن الاعمده بتاعتك ما تسيفش. يعني دي انا جربتها، تمام، دي على رايي، دي من رايي، يعني مش عارف هي صح ولا غلط، بس انا جربتها لقيت ان الاعمده ما بتسيفش لما انت بتدخل الاساسات بتاعتك في موديل الايتابس، تمام. طيب عايزين نشوف قبل ما نخش نصمم الاعمده والشير وولز، عايزين نشوف امتى احنا بنعمل الاساسات بتاعتنا فيكسد في الايتابس وامتى بنعملها هينجد، تمام. غالبا لو هتتعمل لبشه بتبقى فيكسد، لو اوائل منفصله بتبقى هنجد. طيب هي ليها حاجه تانية، ليها حاجه تانية متعلقه بالهبوط والدوران، دوران الاساسات، عشان ان القاعده المنفصله تعتبر بتسمح بنسبه معينه بدوران العمود اللي فوقيها، تمام. عشان كده احنا بنعمل سيميلات في مصر، يعني احنا بنعمل سيميلات عشان تمنع الديفرنشال سيتلمنت، تمام، او الدوران، كويس. فساعتها احنا بنعتبر ان القاعده منفصله ان هي هنج، واللبشه بتاعتنا طبعا الهبوط لما بيحصل كله بينزل مع بعضه، والسماحيه للدوران بتبقى قليله جدا جدا، ساعتها عشان كده احنا بنعملها فيكسد، تمام. فاحنا كده خلصنا كده النقطه دي. طيب طيب كويس، نفتح بقى كده موديل الايتابس. اولا احنا هنعرف قطعات العمدان، تمام كده. احنا عندنا في الموديل ده عمدان 40 في 70 و 50 في 80. قبل ما تعمل ران للموديل بتاعك هتخش تعمل موديفاي، تمام، من هنا reinforcement، وتدخل الحديد بتاعك، هتعرف من هنا الستيل، تمام، يعني هتفك الحل كده modifying
ديفاي ماشي اهو، ومفروض ان انت هتعرف الستيل بتاعك اهو، وهنا نفس الكلام. بعد كده لا دي اهم حاجة، reinforcement to be checked، لازم تعملها to be checked تمام، وتدخل الحديد بتاعك اللي انت كنت عامله طبعا من التصميم بتاع النورمال فورس. انت دلوقتي صممت العمدان بتاعتك على النورمال فورس والتسليح بتاعك موجود تمام، وهتستعين بالملفات دي. ليه هتستعين بالملفات دي؟ عشان في مسافات معينة مينيمم وفي مسافات ماكسيمم بين الأسياف، وفي نسبة مينيمم وفي نسبة ماكسيمم تمام. فلما تستعين بالكلام ده هيسهل عليك كتير، عشان ما تقعدش تفك الدنيا وتحط مثلا في عمود زي ده 4 ولا 6 سياخ، يبقى 1 2 3 4، وتقوم حاطط لي هنا الاتنين التانيين هنا، يبقى انت كده مش تمام. وتستخدم مثلا فاي 25، يبقى كده المسافات ما بين الاسياخ كده بقت كبيرة جدا، وده كده مش مظبوط. فهتبتدي تدخل الكلام ده هنا تمام، عمود مثلا عمود اللي هو كام، احنا قلنا عمود 40 في 70، نقوم داخلين هنا كده نشوف العمود ال 40 في 70 فين. اهو عمود 40 في 70 16 سنتي، 16 فاي مثلا طلع معاك اللي على النورمال فورس فاي 20، تقوم عامل كده اهو اللي هنا لونجيتيودنال بار تمام اللي هو 20 تمام، والكورنر بتاعك 20 اهو ممتاز حلو. في اتجاه 2 ده اللي هو الاتجاه الافقي اللي هو اتجاه اكس، وهنشوف الكلام ده بعد عمل رن هوريكو القطاع هو رسمه ازاي تمام. اهو يبقى في اتجاه 2 ده اهو، هندخل كيف تحت كده، ادي 1 2 3 4 5 6، يبقى انا هدخله هنا 6 سياخ كويس 6. وفي اتجاه 3 نخش هنا اهو اللي هو الاتجاه التاني، ادي 1 2 3 4 اهو مدخله كده 4، والكنات في 10. هيستخدم التسليح ده تو بي تشيكت ريكتانجولار وتايز، وطبعا عمود ما تعرفش عموده وتقوم عامله ان هو بيم، الكلام ده طبعا مش مظبوط، تعرفه طبعا ان هو كله تمام كويس. المفروض طبعا ان انت هتعرف له الحديد بتاع الكنات عشان الشير كويس. هندوس دلوقتي كده اوكي اوكي، ونعرف قطاع العمود التاني اهو 50 في 80 موديفاي، نفس الكلام تتأكد ان الكونكريت 40، الموتوفاير بتاعت العمودة مظبوطة، نفس الكلام ستيل تتأكد ان الستيل بتاعك مظبوط في العمود تمام. خش نفتح 50 في 80 اهو، عمود 50 في 80 من القطاعات المرسومة الجاهزة بتاعتنا، طلع مثلا معاك من تصميم المانيوال اللي هو الـ النورمال فورس اللي هو الدور المتكرر تزود في عدد الأدوار وتزود دور تمام عشان محدش ينسى. طيب 1 2 3 4 5 6، 6 و4 رأسي، يبقى اهو 6 و4 رأسي كويس. والستيل بتاعنا تو بي تشيكت كله تمام اوكي اوكي سيف. بعد كده اعمل رن كويس، وتبتدي اول حاجه تعملها طبعا هتشيك الدريفت ان لا الدريفت مظبوط، وان سنتر اوف ماس سنتر اوف جيتي تمام، ومفيش تورشن وكله تمام. بعد كده تبتدي تخش على تصميم الاعمده. بعد ما تخلص تصميم الاعمده هنشوف ازاي نخش على الحوايب من جوه البرنامج برضه. هو الملف عمل رن تمام، زي ما نصحت قبل كده هنعمل ملف للاساسات في ملف تاني، والملف بتاع الاعمده ده في ملف تاني خالص تمام. ننزل كده الوودز، فالملف ده انا كنت مدخل الاساسات فيه بالشكل ده، فطبعا بما انها قواعد منفصله او وال كابس، فانا هعمل طبعا هنا هنجات مش فيكسيشن. طيب حبيت اوريكم الشكل ده عشان تبقى فاهم ان احنا ممكن ندخل اساسات في البرنامج، عشان لما نيجي نصدرها يبقى الاساسات بتاعتنا موجوده جاهزه بدل ما نقعد نرسمها تاني، واخد بالك. وممكن كمان في التبس الجديد بيسهل لك ان انت تدخل خوازيق
تمام، ورد فعل التربة على الأساسات. طيب أول حاجة أنت طبعا بعد ما عملت run لازم طبعا هتشيك على الدريفت بتاعك وكل التشيكات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، كويس. طيب تاني حاجة بقى تعمل ايه؟ لازم أولا هتفتح شاشتين كده عشان لما تيجي تختار حاجة تبقى شايف ايه اللي انت بتختاره، تمام، وتبقى معلم على الأول ستوريز. طيب هنا هنلغي الكولوم، الكولوم اهو، نلغي كل حاجة تانية. ونعلم على الأعمدة بتاعتنا، خلاص اخترنا all stories، تمام اهو اخترنا على الأعمدة بتاعتنا كده. نخش بقى نقول له من هنا لازم تخش على دي revise overrides، تمام. ليه؟ عشان هتخش تعمل الفريمينج ده ان هو ordinary. انت دلوقتي عامل تفاصيل كانت ordinary اللي هي 7 في 8 في المتر، 5 في 8 في المتر للكانات، فانت مش عامل التفصيلة بتاعت السبيشال. طيب احنا دلوقتي عايزين هوريكوا ايه الفرق بين الاورديناري والسبيشال والانترميديت، تمام. هنشوفها دلوقتي ونرجع نكمل. المهم ان احنا دلوقتي هنعملها ان هي اورديناري، تمام. اوكي كنترول، يعني هنعمل كنترول ايه من هنا او من هنا، تاني من هنا تاني واحده. طبعا ده الديزاين بتاع الكولومز والبيمز اهو، ديزاين فريم كونكريت فريم ديزاين اهو، وتغير دي للأوردينري. طيب هي يا جماعه التفسير ده التفاصيل بتاعه الحديد اللي هي الأوردينري مومنت ريزيستنج فريم والانترميديت والسبيشال، تمام، كلها تفاصيل كانت من الكود. يعني لو انت حاططها كده مش مكثف عند البلاطات فوق وتحت، متر من فوق ومن تحت، ده الطبيعي اللي هو بيتم، تمام، يبقى احنا هنعملها أوردينري، تمام. ولو انت عامل الكلام ده ممكن تاخد فاكتور اوف سيفتي وتعملها برضو ان هي اوردينري، تمام. فاحنا دلوقتي فهمنا القصه دي بتيجي منين. بعد ما نعمل الكلام ده كله، خلاص عملنا سيلكت اول اوردينري، طبعا هتعمل سيلكت اللود كومبينيشنز بتاعتك وتدخل الحالات اللي هي الالتيميت وتشيل اي حالات وركينج وتحط الحالات اللي هي بتاع تصميم العمدان. لو انت عامل الكومبينيشنز الديفولت تحط الكومبينيشنز بتاعت تصميم العامله بس وتشيل اي حاجه تانية. اوكي بعد كده تعمل تصميم بالبرنامج اهو. بعد ما عملنا رن، للملف هنعمل ايه بقى؟ ان ظهرنا العامله طبعا قصادنا. اول حاجه تعملها من هنا ديسبلاي، بص اول حاجه تعملها فيرتيفاي اناليسيس فيرسس ديزاين سيكشن، اوكي، عشان يقول لك ان قطاعات الكونكريت كلها مسيفه معاك، تمام. اوكي طيب تاني حاجه ديسبلاي ديزاين انفورميشن، وتظهر اللي هي بي ام ام ريشيو، تمام، اللي هو الاجهاد الفعلي على الاجهاد الالاوبل. لو اكبر من واحد طبعا هيقول لك ان هو انصيف، تمام. وتبتدي بقى تشوف الاعمده بتاعتك اللي هي معديه اللون الاحمر اللي هي الانصيف اللي بالشكل ده، حلو. طالما هو قال لك ان القطاعات كلها محققه معاك يبقى، وطبعا انت عملت ويت شيكت في البرنامج، يبقى معنى كده ان الاعمده دي مش مسيفه على الحديد، تمام. يبقى تخش جوه تاني تفك الحل وتخش جوه تاني وتزود كميه التسليح بتاعتك. وانصحك برضو بناء على الكلام ده، يعني تخش في العمود اللي هو 40 في 70 تشوف هو فين اهو، كان 16، كان يعني عندنا 16 في كذا، 16 في كذا. لو انت مدخلها 16 16 في الاول تدخلها 16 18 مش مسيف، تفك الحل يبقى 16 20 مش مسيف، 16 22 مش مسيف، يبقى 16 25. وتراعي طبعا النسبه المينيمم والنسبه الماكسيمم، النسبه المينيمم اللي هي 1% والنسبه الماكسيمم اللي هي 4 5 6 وسطي طرفي كورنر، تمام. بس قطاع مرسوم قدامك اهو مديك الحديد، استخدمه بقى واستغله، بس يبقى تفك الحل وتبتدي تعيد الخطوات تاني لحد ما يسيف. نكمل مع بعض. ادي شكل العمدان بعد اما سيفناها، تمام اهو. تعمل كده زي ما قلنا وتظهر الريشيو اللي هي بي ام ام ريشيو. اول حاجه اتاكد ان العمدة كلها مش معديه اللون الاحمر، مش معديه الواحد اللي هو ده. طيب نيجي مثلا نقف على اي عمود كده
وطبعا النسبة لما اللون ده بيظهر اللي هو من 0.5، معنى كده ان القطاع ده مسيف بزيادة وانت ممكن تقلل القطاع بتاعه. تمام، هنقف كده عليه، كليك يمين. بيقول لك طبعا ايه هي الحالة الكريتيكال اللي هي 86 دقيقة. تمام، طيب نعمل كده سمري اهو، ده قطاع العمود اللي انت رسمته. تمام، يعني اللي احنا كنا مدخلينه في الموديل التاني اللي هو الستة هتلاقيه مرسوم لك هنا ستة، وهنا هتلاقي الاربعة اللي هو مظبوط بتاعك. كويس، هو يا جماعة نكمل. ادي عمود بعد ما عملنا له رن كل حاجة، كليك يمين سمري اهو، دول الستة، دي 1 2 3 4 5 6، وده الاربعة اهو اللي احنا قلنا عليهم اهو، عمود 40 في 70، 1 2 3 4 5 6 واربعة رأسي. طيب نشوف الكلام ده تاني ونتأكد. define frame 40 في 70، modify تاني اهو، 4 و6، تسليح فاي 20، وده اللي احنا كنا جايبينه من الحمل الرأسي. تمام اهو، ونفس الكلام في العمود التاني. عشان تعرف تفرق بين العمودين اعملهم بالالوان زي كده اهو، من هنا تعملها باي كلر السكشن بروبرتيز او ابلاي. اوكي، زي اللي تاني البي ام ام ريشيو. اوكي، نخش على عمود مثلا من هنا اهو، ده كده 40 في 70. طيب عمود تاني اهو، 50 في 70، 50 في 80 قصدي، هو بيقول لك كل البيانات بتاعتك. تمام، والسويل الاوردينري اللي احنا قلنا عليها. وطبعا فخلي بالك في المباني الصغيرة ما بيبقاش فيه لايف لود ريدكشن، في المباني الكبيرة العالية بيبقى فيها اللي هو المعامل اللي هو بتاع اللايف لود ريدكشن ده، اللي هو خفض المعامل اللي هو الحي الأحمال الحية. تمام، هنشوف الحتة دي من الكود المصري دلوقتي حالا. اه يا جماعة، من الكود المصري بتاع الأحمال السلايد 56. تمام أهو، ده اللي هو موضوع تخفيض الأحمال الحية. كل ما بتنزل لتحت أهو، ده كده السطح، كل ما بتنزل لتحت كل ما الحمل بتاع الأحمال الحية بتقل. تمام، وده إمتى بقى الكلام ده؟ ويسري هذا التخفيض على الأطوار السكنية فقط في المباني متعددة الأغراض، ولا يسمح بتخفيض الحمل الحي في المباني ذات 5 أدوار أو أقل أو المنشآت الفندقية. ودي حاجة مهمة جدا، يعني أنا دلوقتي المبنى اللي معايا ده 4 أدوار أو 3 أدوار أو أيا كان، يبقى أنا ما ينفعش أعمل الفاكتور بتاع اللايف لود ريدكشن. أوكي، فأنا هعمل سيلكت أول، ومن هنا تاني أوفر رايت. تمام، أهي اللايف لود ريدكشن خليها 1، ما تعملش اي لايف لود ريدكشن. اوكي، وتبتدي تصمم من تاني اهو يا جماعه. العمينه عندي كلها سيف ومية مية. طيب انا ليه بقى عندي هنا البي ام ام ريشيو كلها طالعه الحاجه بتاعتها ايه صغيره ليه؟ تمام، لان انا اصلا كنت مصمم على نورمال فورس. يعني ليه هي طالعه ما بين الزيرو وما بين النص؟ ليه مش اقتصاديه بمعنى اصح؟ عشان انا عندي القطاعات لو انا صغرتها مش هتسيف بانشنج، واخد بالك؟ عشان كده دايما بقول قبل ما تسيف، قبل ما تخش على السقف، قبل ما تخش على تصميم السقف لازم تكون مصمم على النورمال فورس الاول، لان قطاع العمود هيفرق معاك في البانشنج وفي الديفليكشن. يعني صمم العمدان الاول وبعد كده الاسف وبعد كده موديل الايتابس وبعد كده الاساسات، لو انت عايز تصمم الاساسات على الزلازل والمومنت بتاع الزلازل. تمام، فحاجه زي كده اهو، انت شايف ان هي غير اقتصادية، ولكن عشان كان على البانشنج عندي فكنت لازم اكبر القطعات بالشكل ده عشان تسيف بانشنج، لان الاحمال عالية، الاحمال بتاع السقف، الاحمال الرأسية احمال عالية، يعني هو مبنى اداري المفروض. تمام، كويس. طيب نكمل. ده هو ده طبعا الموديل اللي فيه الفيكسيشن من تحت اللي هو الهنجت، مش الموديل بتاع التصميم الاساسات. طيب هنخفي دلوقتي بقى الأعمدة دي كده خلاص بعد ما اتأكدنا إن هي تمام، ونظهر الوولز. تمام، بقى عندنا حاجة بالشكل ده. تمام،
اختارها كلها برضو نفس السيكونس، تمام. انا عاملها ان هي 30 سم، فرضها ان هي 30 سم، تمام. يعني لو عملنا كده اهو وول في 30 وفي 20، طبعا 20 ده ما ينفعش، خليناها 30 و25. فانا هفرض مثلا ان هو مثلا 30 25 اي حاجه، وبعد كده من هنا assign بير سيكشن يونيفورم رينفورسمنت، ده كده هدخل له التسليح بتاعي، تمام. طبعا الكونكريت الماتيريال بتاعته طبعا ستيل، المفروض انها هي تخش ستيل. دي الماتيريال اللي هي بتاعت الخرسانه نفسها، تمام، اللي هي الكونكريت 40 دي. طيب هدخل ان هي فاي 16، السبيسنج 0.15، ماشي. وادي الكفر، وادي الكورنر، اخليه مثلا فاي 20 او فاي 16. تو بي تشيكت، اهم حاجه تو بي تشيكت، اوكي اهو. واعمل سيلكت اول، اشيك برضو لو عايز اغير اي حاجه في الاوفر رايتس، تمام. اهو يونيفورم وفاي 16، كده انا اخترت كل يونيفورم وفاي 16 اهو، كل دي حاجات اللي انا اي دخلتها. تو بي تشيكت لايف رود ريدكشن 1، تمام. تصميم هذا البير، اوكي ماشي. بعد كده اعمل عليهم سيلكت وتصمم بالبرنامج. هنقول برضو حته كده عشان الناس اللي تتلخبط، مثلا لما يكون عندي مثلا حاجه اسمها 5×12 على المتر وعايز احولها بالنظام اللي هو بتاع الكوري الامريكي، انا كنت عامل ملف كده عشان لما انسى مثلا واحب ابص بصه سريعه اهو. 5×12 يعني 12 كل 20، هي 5 فاي حاجه يبقى الحاجه ده هي كل 20، 6×12 يعني سيخ فاي 12 كل 16 سم، 7×12 يعني 12 كل 14، او احسبها بالآلة ممكن هتلاقيها فيها كسر كده، تمام. 8×12 يعني سيخ فاي 12 كل 12 سم، 10×12 طبعا يعني اللي هي 10 كل اللي هو 12 يعني 12 فاي، يعني هنقول كده 10 فاي 10 في المتر مثلا، يبقى الكلام ده كده كنترول سي كنترول في اهو، يعني سيخ فاي 10 كل 10 سم، بس فحاجات بسيطة يعني وسهلة. هو يا جماعة بعد ما عملنا رن وحطينا التسليح وعملنا اللايف رود ريدكشن بواحد ودخلنا التسليح وكل حاجة، تمام. من هنا ديسبلاي ديزاين انفو زغلانة دي، طلع التسليح ابلاي، هيبتدي يسهل لك التسليح، تمام، بالشكل ده اهو على البير نفسها. طبعا الحوائط كلها بير، فاهو ده كده معناها ان هي مش مسيفة، تمام. على النسبة 1.008 على التسليح اللي احنا دخلناه، فتبتدي تخش من هنا اوفر رايت وتعدل الحديد بتاعك. ممكن مثلا اقلل السبيسنج، احط عند الكورنرز، تمام، اسياخ تانية عند الكورنرز كده، مثلا اخليها فاي 20 تو بي تشيكت واشوف ايه اللي هيحصل، اهي سيفت، تمام. ده كده مثال بسيط جدا عشان تعرف ازاي تصمم بالبرنامج بمنتهى السهولة اهو، تمام. يبقى كده هنحط فاي 20 في الاركان، تمام، و 16 فاي 16 كل مسافة اللي هي 15 سنتي. طيب نكمل بقى ونشوف اخر حاجة معانا اللي هو تصميم هامات الخوازيق، تمام. انا دلوقتي هصدر هامات الخوازيق من على برنامج الايتابس لبرنامج السيف عشان تطلع معايا حاجة بالمنظر ده، تمام. واهم حاجة الاعمدة تكون معايا في السيري دي بالشكل ده عشان لما اعمل رن يظهر معايا الايه البانشنج على الاوعيه بتاعتي. وهنشرح ازاي نجيب ابعاد البايل كابس ده. كان مبنى معايا، تمام، كنت اشتغلت فيه. الراجل المهندس في بلديه دبي حب يشوف الاعمده دي، عايز يشوف الاعمده دي مسيفه ولا مش مسيفه، تمام. فرسمنا الاعمده في السي دي بالشكل ده اهو، تمام. لما انت بترسمها كده هتعرف تشيك بانشنج على الليفشن بتاعتك، تمام. يعني تعالى كده نشوف مع بعض اهو، تمام. عمود او حيطه هتمثلها ان هي عمود، تمام، وبيظهر لك اهو ادي عمود اهو مش مسيف بانشنج،
وانت فاكر نفسك ان انت خلاص. يعني دي كانت عمارة 6 ادوار تمام، والدبشة خليناها الراجل خليناها في الاخر 90 سنتي، 90 سنتي وكمرات. ليه؟ عشان الاعمدة دي او الحوائط دهيت مش مسيفة بانشيك. اهو ادي عمود اهو مش مسيف، ادي الاعمدة اهي مش مسيفة تمام، وحطينا لها كمر بالشكل ده اهو. تمام، كمر يمسكها بحيث نلغي تأثير البانشنج ده هوت، وخلينا السمك 90 سنتي. بس دي حاجة ممكن تخلي بالك منها عشان تشتغل بيها في شغلك. طيب ازاي عم ترسم، ازاي نحب نرسم العمود ده في الثري دي؟ تمام، هنجرب مثلا على الملف ده اهو. انا هجيب نفك الحل اهو، عمود اهو انا معرف قطاعه قبل كده. خلي بالك هو بيبقى بيلو، هو في الاساس بيبقى بيلو، بيلو دي بيبقى جايب لك القطاع بتاعها كده، وده بيبقى كده نون. فانت تقوم لغيها جايبها نون تحت، انا مش عايز حاجه تحت انا عايز فوق. هات يا عم القطاع اللي انا معرفه اللي هو 40 في 70 لفوق، وبيبقى قايل لك الهايت تحت 3 1 اي حاجه ايا يعني هو كان الافتراضي بتاعه، تلغيها تخليها بصفر، وده ب 3 اضف بس. وتعلم كده اهو، ادي العمود بتاعك اهو مرسوم كده في الثري دي. بعد ما تخلص رسم هتلاقيه عامل لك هنج فوق كده. يعني لو عملنا كده شيلنا الاكسترود ده، شايف هي عامل هنج كده او حاجه. فتعلم على كله ماشي. الساين سبورت بوينت رسترين، وتشيل الحاجه اللي فوق دي، هيبقى كده بالشكل ده، بحيث ان العمود يبقى كانه كانتيليفر. تمام، ممكن الناس مثلا تحب تعملها بارشال فيكسد باعتبار ان هو مثلا موجود في البلاطه، مربوط في بلاطه، او لو في كاميرا تعملها فيكسد، واخد بالك؟ وده طبعا مثلا بيقلل المومنت على العمود. فاحنا هنعملها ان هي كده وتمام عشان نعرف نظبط ايه البانشنج بتاعنا. طيب هنشوف بقى ازاي نصدر الرياكشنات بتاعتنا من برنامج الايتابس هنا. وانا اصلا كنت راسم الكلام ده على برنامج الايتابس، يعني احنا عملنا اكس واي، انا كنت راسم كل الاواعد دي على برنامج الايتابس. لو جينا هنا اهو يا جماعه رسمتها ازاي. انا هو دلوقتي في منسوب البيز، لو عايز تظهر الاعمده بتاعتك عشان تبقى شايف كمان، لان انت طبعا انت مش هتبقى شايف الكلام ده، هتبقى شايف نقط في المنسوب ده. فانت ممكن تعمل ايه، فيو 3 دي فيو ماشي. اولا ليميتس يعني فيو، سيت بيلدينج فيو ليميتس من البيز لحد الدور اللي هو التايب بي. وخلي بالك انت المفروض تدخل التايب بي عشان طبعا في ناس ما بتدخلهاش. اهو ادي كده البيمز اهو هتظهر هنا اهو. البيمز التايب بيمز دي في دول الخليج بيعملوا تايب بيمز تحت الدور الارضي على طول عشان تشيل حواجز الدور الارضي. طبعا احنا في مصر بنعملها في منسوب الاوائد عشان تشيل الديفرنشال سيتلمنت، هما ما بيعملوش كده، هما بيعملوها تحت الدور الارضي على طول، ما بيعملوش حاجه في منسوب الاوائد. طيب هنعمل ايه بقى كده اهو، فيو سيت 3 دي فيو اكس زد الاول بزيرو، كل ده هشيله واعمل هايد اهو. لو عملت اكسترود هتبقى شايف ايه اللي انت بترسمه هنا اهو. انت كده بالشكل ده شايف كل حاجة قدامك تمام. نظهر برضو الوولز اوكي، مهم ان انت رسمتها. طيب هقول لك تعملها ازاي برضو من هنا، من هنا اهو تمام. هيجيب لك اكس وواي الدايمنشن بتاعت الباير كاب، او هي اصلا بلاطه. طيب انت بقى هتجيب منين، هتجيب منين الدايمنشن بتاعتها؟ ده حاجه مهمه جدا عايزين نعرفها. لو عندنا باير كابس بالشكل ده فاحنا عندنا قدره تحمل العمود تمام وركينج، عندنا قدره تحمل العمود وركينج وليكن مثلا 100 طن وركينج، وعندنا من قدرة من السول ريبورت
القدرة بتاعة الخوازيق اهو، حاجة بالشكل ده اهو، مديك الطول بتاع الخازوق كام، والباير دايمتر انا هستخدم مثلا اللي هو 50، دي قدرة تحمله بالكيلو نيوتن، يعني قدرة تحمله 10^2 طن، تمام. فانا هحط عدد خوازيق بحيث ان هو يستحمل الحمل بتاع العمود، يعني لو انا مثلا عندي 100 يبقى انا عندي 10، عايز 10 خوازيق من اللي هو ابو 90 ابو 50 سنتي، او تقسم ال100 على اللي هو القدرة التانية دي اللي هو 100 طن وركينج بتاع العمود على ال14، هيطلع لك 7 خوازيق. ولو هتستخدم الخازوق اللي هو قطره 75 يبقى ال100 طن بتاعت العمود وركينج على 21 هيدينا 4 خوازيق. كده انت فهمت خلاص، جبنا عدد الخوازيق تبتدي ترصها تحت العمود ماشي بالشكل ده، طلع عندك 2 خازوق قطر مثلا 50 اللي احنا قلنا عليه. يبقى احنا دلوقتي ابعاد الباير كاب بنجيبها ازاي؟ بنجيبها بناء على عدد الخوازيق. طيب يبقى في مسافة بينية بين الخوازيق اهو، وفي مسافة من الخازوق لحد نهاية القاعدة، وبكده انت تكون مثلت وجبت الابعاد بتاعة القاعدة. طيب ايه هي المسافات المينيموم والمسافات الماكسيموم ما بين الخوازيق؟ اهو يا جماعة ده كده تلخيص المسافات المينيموم والماكسيموم اهو. اقل مسافة 2.5 فاي، تمام، ده كده المينيموم، وهي ممكن تزيد عن كده طبعا. طيب ازاي نجيب عدد الخوازيق من اللي احنا قلنا عليها، من تقرير التربة وقدرة تحمل العمود وركينج على عدد الخوازيق؟ وأقل مسافة من وش الخازوق لنهاية القاعدة نص قطر الخازوق، ممكن تاخدها من نص لواحد قطر الخازوق، تمام. أقل سمك للوايل كاب يبقى 1 متر. ليه 1 متر؟ لأن احنا هنستخدم القطر اللي بتتبعت لنا غالبا بتبقى نص و60 و70 أو 80 أيا كان، فاحنا عايزين نشيك على البنش، العمود، مش عايزين العمود بتاعنا يخترق القاعدة، فاحنا بنعمل سمك القاعدة دي بيساوي ضعف قطر الخازوق عشان تتلاشى تأثير البانشينج عندك. طيب نكمل ازاي ندخل الاستيفنس بتاعت الخازوق جوه البرنامج، تمام. الاستيفنس بتاعت الخازوق هيساوي قدرة تحمل الخازوق على هبوط 1 سنتي، هتفرضها انت بواحد سنتي، يا اما هو يدلك في تقرير التربة ان الكي بكذا، الكي بتاعت الخازوق دي بكذا، يا اما هتحسبها انت من الحمل بتاع العمود على 1 سنتي اللي هو 0.1 متر. فانا دلوقتي عندي حاجة بالشكل ده اهو، لو نشوف الملف الكاد عامل ازاي اهو، رسمناها مثلا على الكاد بالشكل ده، جبنا الحمل الوركينج بتاع العمدان ورسمنا الخوازيق اهو بالشكل ده، جبنا عددها اهو، بس دخلت على الايتابس بقى رسمت نقط، وفي النقط دي عرفت الخوازيق اللي احنا جبنا العدد بتاعها ازاي اهو، ديفاين اهو من قائمة ديفاين سبرينج بوينت، تمام، او تعلم عن النقط اللي انت عايزها ماشي. وبعد كده مثلا يعني كده assign بوينت او جوينت سبرينج، تمام، هتلاقيها اهو موديفاي اهو في الزد، في الزد لو قسمت قدرة تحمل الخازوق الخمسين اللي هو ده اللي هو 10^2 طن، 10^2 طن على 0.01 0.01 هيطلع لك الرقم ده اللي هو 1000 اهو اهو، هو مديك الحمل ده بالطن، يبقى الالف ومية واتنين علامة اربعة على 1 سنتي هيديك 10240 اهو، اهو الرقم ده 10240، وندوس اوكي خلاص عرفنا الخوازيق بتاعتنا ماشي. دلوقتي بقى عايزين هنعمل ران، وبعد ما تعمل ران تصدر لبرنامج السيف. يبقى انت كده كل حاجة متعرفة عندك، عرفت الخوازيق وعرفت
الاساسات بتاعتك اللي هي الموبايل كاب. الميزه في الرسم هنا ان انت بتبقى شايف الاعمده قصادك، لكن لما هتصدرها مش هتبقى شايف حاجه، فهتضطر يا اما تعمل دي اكس اف يا اما هتحاول ترسمها عمياني كده، واخد بالك؟ طيب عقبال ما الملف يعمل ران هنشوف حاجه مهمه جدا، وهي ازاي تعمل تشيك ايرور من البرنامج، ازاي تعالج اخطاء التشيك ايرور دي. تمام اهو، دي ممكن تفيد حد، ان كان في كذا حد سأل فيها التشيك موديل، لما انت تخلص الموديل بتاعك وتعمل التشيك. فانت عندك الاف دي بترمز للبلاطه، تمام. نقطه كده من غير اي رمز، فدي نقطه عاديه، تمام. يعني الليبل نفسه من غير اي رمز معاه، يعني بيظهر لك الليبل يعني رقم، تمام. الاي دي بترمز للاوبننج، يعني لما يظهر لك حاجه مثلا بالشكل ده هيبقى قايل لك الاي ايه مثلا 17 مع البوينت 50 ار 2 بلس. عايزين نشوف بتتعالج ازاي الكلام ده. لما مثلا يقول لك الفريم ده مع ده عاملين اوفرلاب، تمام. عايزين بقى نشوف ازاي نعالج الحاجات دي. طيب لما يقول لك الرمز بتاع البي ده معناه كاميرا، لما يقول لك مثلا بي 15 مع الاف ار 2 كلوز، يبقى في مشكله في كاميرا مع بلاطه، يبقى تظهر الليبلز بتاعتها، تمام. هتظهر الليبل وتخش تشوف ايه المشكله، تمام. طيب نكمل. الدي دي كاميرا ميده في 3 دي، لما يقول لك دبليو كذا معناها حائط في 3 دي. طيب اول خطوه تعملها عشان تحل بعض المشاكل، هتعمل سيلكت اول وتخش على ايديت فريم ديفايد باي انترسكشن او بريك باي انترسكشن، تمام. ديفايد الفريم بريك ات انترسكشن، فانت كده بتقسم الفريمات اللي عندك مع البلاطات او مع اي جوينت عندها متقاطعه معاها، فده بيخليك تتلاشى بعض الاخطاء، تمام. بعد كده تقوم عامل ميرج، لما تعمل ميرج للبوينت، تمام. لو انت عامل السقف 3 دي، السقف بتاعك 3 دي فيس على 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 البرنامج الكاد، هيطلع لك اخطاء في التقسيمه بتاعت المش، فلما انت تعمل ميرج البلاطات كلها بتمسك في بعض، ممكن يكون في بلاطه بعيده عن بلاطه ثانيه، فلما انت تعمل ميرج للبوينتس كله هيمسك في بعضه، تمام. طيب لما يطلع لك حاجه بقى بالشكل ده، تقوم عامل كوبي وتحطها في ملف تكست بره على ديسك توب. اول حاجه تعمل كوبي وتحطها بيست في الملف اهو، تمام. طيب ماشي، نبتدي بقى نعالج زي ما احنا ما اتفقنا. طيب الخطأ ده شهير جدا، بتبقى انت حاطط الاحمال احمال على الفتحات، بيقول لك اريا لود ترانسفير وورنينج اريا لود ترانسفير، تقوم عامل سيلكت الفتحات بتاعتك وتشيل من عليها الحمل اهو، في حمل على الفتحات تعمل سيلكت وتشيلها. طيب في تاني خطأ شهير، ساعات بيكون في بلاطات فوق بعضها، انت لاسب بلاطه فلات وفوقها بلاطه سوليد. ساعات انت بتبقى عايز مثلا باكيت حمام مثلا جوه فلات سلاب، تقوم عامل رسم بلاطه فوق بلاطه، لا ما تعملش كده، تقوم عارف بلاطه الحمام دي ان هي بلاطه دروب، تمام. فالبلاطه الدروب دي بتقطع اي حاجه تانية حواليها، تقدر ساعتها تعالج الخطا ده. طيب تالت حاجه، ممكن الكاميرا ما تكونش واصله للعمود، تعرف الهوا، تمام. ودي هتبقى واضحه جدا لما انت تعمل رن وتعمل في ال 3 دي انيميشن، هتلاقيها بتطير لوحدها كده في الهواء. طيب لو في حاجه عامله اوفرلاب، تمام، كل ده من الاخطاء. لاين لود ترانسفير، طيب ساعات بيقول لك ان كاميرا مع كاميرا عامله لاين لود ترانسفير، تمام. بيظهر لك ساعات ان كاميرات مع بعضها، هتعمل ديفايد الفريمات باي انترسكشن، لان هتلاقي كاميرتين فوق بعض وهما الاتنين واخدين احمال، فالحمل مش ما بيبقاش معقول مظبوط، فهو بيقول لك لاين لود ترانسفير ان هو مش مظبوط. طيب خامس حاجه شهيره، نقطه مع بلاطه ار 2 كلوز، ودي يعني بصراحه يعني اشد حاجه انت مش هتعرف تعملها، مش هتعرف تحلها، او الناس كلها، او اصعب حاجه الناس بتقف في صدها وما بتعرفش تحلها، اللي هو التو كلوز ده، تمام. طيب تحله ازاي؟ تحله ان انت اصلا تبقى شايف النقطه اللي قصادك، هتعمل سيلكت باي ليبل، تمام. سيلكت باي ليبل اهي،
انا عاملها لك اهو بالبرنت سكيل اهو. سيلكت سيلكت باي جوينت ليبل، تظهر الجوينت زي ما انت شايفها كده، تعمل شو سيلكتد اوبجكت اونلي، تبقى شايف النقطه فين، ما انت اصلا مش شايفها. هيبقى معاك مثلا 1500 1000 15000 نقطه وانت مش شايف، فتظهرها سيلكتد سيلكت سيلكت جوينت شو سيلكتد اوبجكت اونلي، تشوفها مكانها فين، بعد كده تعمل شو اول وتعالجها مع البلاطه بس، سواء بالريشيب سواء بالميرج، سواء تمسح البلاطه وترسمها تاني، تمسح النقطه دي تمسحها وترسمها تاني، المهم تعالج النقطه تبقى عارف ان المشكله في المنطقه دي. تمام، دي كده تقريبا كل الاخطاء. طيب نرجع بقى للموديل بتاعنا اهو يا جماعه، زي ما احنا شايفين دي كده السبرنجات اهي متعرفه قصادك اهي، نقطتين اهو زي نقطتين نقطتين، انا رسمت قعدت ارسم نقطتين 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 اهو زي ده كده، ومسكت النقط وعرفت فيها الوايل كابس، فهي ظاهره قصادك اهي، تقدر تزيلها من الجوينت من هنا تبقى شايفها قصادك. طيب انت مثلا عملت ران وعايز تصدر الكلام ده بقى الملف السيف، تعمل ايه؟ اهو يا جماعه الملف عمل ران، تمام، هعمل فايل اكسبورت، تمام، للسيف، فايل اكسبورت، تمام. طيب احنا نقف هنا افضل، هتقف طبعا في البلان ما تجيبش السيري دي، تمام، فايل اكسبورت سيف، والبيز اهو لودز فروم اباف طبعا، تمام، وتختار كل حالات التحميل بتاعتك اول وهنا اول، تمام، اوكي، سيفها في اي مكان، تخش جوه من السيف، فايل امبورت السيف، السيف اللي هو اف 2 جي او الاي 2 جي اللي احنا صدرناه ده، تفتح هتلاقي حاجه بالشكل ده، طبعا الاعمده مش مرسومه، فانت هتجيب العمود زي ما احنا قلنا في الـ3D وترسم كل الاعمده بتاعتك، وهتلاقي كل البيانات متعرفه وكل التخانات متعرفه، طبعا التخانه اللي هي البايل الواحد بواحد متر اللي احنا قلنا عليها، عشان احنا مستخدمين خازوق قطره 50 سنتي عشان البانشنج بتاع الخوازيق، المفروض ان انت طبعا شايف على البانشنج بتاع الخوازيق كمان ان هي ما تخرجش يعني في البلاطه، كانه عمود كانه عمود بالحمل بتاعه الرياكشن. يعني احنا دلوقتي هنعمل ران اهو، المفروض ان انت هترسم الاعمده مظبوط اهو، بيطلع لك البانشنج حاجه بالشكل ده، تمام. الاعمده اللي بيبقى تحتيها خازوق واحد هيقول لك عليها نوت كالكوليتد، مش هيبقى فيها بانشنج لان هو تحتيه حاجه ثانيه، تحتيه كاميرا، تحتيه بايل، تحتيه اي حاجه، فهيقول لك ان هو نوت كالكوليتد، انا هنا حاطط خازوق واحد، تمام. هنا الحاجات دي محطوط لها خازوق واحد فقط، لكن الحاجات اللي فيها خازوقين بالشكل ده شايف كده في نقطتين اهو، نقطتين كده يبقى هيجيب لك البانشنج عليه، تمام. فانت كده قدرت ان انت تشيك، يعني ده مثلا اهو ده مش مسيف بانشنج، يتكبر قطاع العمود طبعا، طبعا القطاع ده لو احنا عملنا له اكسترود انا لسه ما عرفتش القطاعات كلها، فهنا قطاع العمود ده هتلاقيه كبير شويه، فلما يتظبط هيظبط الايه البانشنج بتاعك. وطبعا اول ما تخش بتلاقي فيه كاميرات كده المفروض تشيلها، الكاميرات اللي هي اللي نازله تحت دي بتبقى هناك طبعا اللي هي الول، فانت بتيجي ترسم الول هنا فانت بتشيل ايه الحاجات اللي تحت دي اهي، خلاص اهي باينه قوي ان هي متعرفه اهي، اهي ده شكلها. طيب في ايه تاني؟ عايزين بقى نجيب رد فعل الخوازيق دهيت، تمام، رد فعل الخوازيق نتيجه الحاله الوركينج، تمام. المفروض ان انت هتعمل حاله اسمها وركينج مثلا باعتبار ان هي دي اهو، ده كده رد فعل الخوازيق. لازم تتاكد هو ده بقى التشيك بتاعك، ان رد فعل الخازوق ده ما يكونش اكبر من حمل العمود. لو رد فعل الخازوق ده اكبر يبقى كده مش مسيف، يبقى انت كده لازم تحط خازوق تاني عشان رد فعل الخازوق يكون ايه، لازم يكون موفي اللي هو الحمل بتاع العمود بتاعك، مظبوط، يعني مجموع الخازوقين تمام يكون موفي الحمل اللي جاي لك من فوق. وطبعا رد فعل الخازوق ده ما يكونش ازيد من قدرة تحمل الخازوق اللي احنا فتحناها من تقرير الطروة، هنجيبها لكم تاني.
اهي شايف ده كده الطن، يعني المفروض انا لما اجي اشوف ما الاقيش خازوق معدي 102 طن، عشان انا مستخدم قطر اللي هو 50 اهو. افضل امشي كده، امشي افضل، ده كده خازوق معدي 102 اهو، يبقى كده ده انصيف. يبقى انا محتاج هنا في الحتة دي ازود خازوق تالت، او استخدم خازوق قطعه اكبر، يا اما احط خازوق تالت في وسطهم كده عشان يبقى سيمتريك، يا اما استخدم خوازيق قطرها اكبر في العمود ده، لان هو عمود قدرة ايه يعني الحمل عليه عالي. تمام كده، اظن ان انت كده فهمت والرسالة وصلت. بس هو ده بكل بساطة. وتطلع طبعا التسليح بعد ما تخلص، تطلع التسليح عادي على بلاطة، تمام، نتيجة الحالة الالتيميت M1 وM2، وتدخل التسليح وتسلح الموبايل بتاعك عادي جدا ومفيش اي مشاكل. بس وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.